مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتسمعوني. النهارده هنعمل مع بعض لازانيا. اتفرجوا على الوصفه ويا رب تعجبكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. هنقول مع بعض المكونات. معانا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومعانا فلفل اخضر رومي متقطع رفيع، وبصله متقطعه رفيع، ومعانا معلقة صغيرة ممسوحة من الريحان المجفف، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الزعتر المجفف، ومعانا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومكعب مرقة. ممكن تستخدمي مكعب مرقة دجاج أو مرقة لحمة زي ما تحبي، بس أنا أفضلها في البشاميل مرقة دجاج. وكمان معانا جوزة الطيب وملح، كوباية كبيرة من عصير الطماطم، دي كوباية كبيرة واخدة بتاع نص كيلو تقريبا، وكوباية كبيرة من الكريمة، لتر لبن، ولازانيا، جبنة شيدر مبشورة، وزبدة، 3 معالق كبار دقيق، 5 فصوص من الثوم، وجبنة موتزاريلا. هنعمل الاول اللحمه عشان تستوي، نخلص منها كده على جنب. في حله هنحط فيها شويه زيت، مكعب من الزبده، الحله هتسخن معايا والزبده تسيل خالص. هروح حاطه البصل، بصلايه كبيره تكون متقطعه رفيع او مفرومه في الكبه او مبشوره. هقلب البصله شويه لحد بس ما تدبل بسيط. هنزل بقى بالفلفل الرومي، دول تقريبا 4 وحدات او 3 وحدات فلفل رومي على حسب انتي حابة ايه. ممكن كمان تحط فلفل سبايسي. هنقلب بقى البصلة والفلفل مع بعض. برضو عايز الفلفل، مش عايزاه يدبل قوي، انا عايزة بس الحاجة يعني تدبل بسيط بس. هحط بقى الثوم، 5 فصوص ثوم، وهقلب مع بعض كويس. اول ما راحت الثوم تطلع معايا هحط على طول اللحمه المفرومه. هنضيف اللحمه، هقلب بقى كل المكونات مع بعض. رشه من جوزة الطيب، وهنضيف التوابل، وهنضيف الفلفل الاسود والزعتر والريحان. هقلب بقى كل اللحمه مع التوابل والبصل والفلفل، وهنضيف ملح. لو حابه تضيفي ليها مكعب مرق تمام، لو مش حابه خلاص هتكتفي بالتوابل والملح والحاجات اللي احنا حطيناها. في ناس بتحب تحط مكعب مرق في اللحمه المفرومه، انا ساعات بحب احط لها صراحه. هنضيف بقى عصير الطماطم، انا عايزه اللحمه تفضل فيها صوص الطماطم كتير، علشان انا بحط شرايح اللازانيا مش بسلقها، بحطها زي ما هي نيه. فطبعا يعني كل ما نكتر شويه في الصوص بتاع الطماطم هيبقى احسن كتير، انا مش عايزاها ناشفه. ركنا بقى اللحمه على جنب. هنعمل البشاميل، حل على النار، هنحط فيها شويه زيت ومكعب من الزبده، ثلاث معالق الكبار الدقيق، هقلب بقى الدقيق في المادة الدهنية دي لحد ما الدقيق يتحمر معايا كويس. الدقيق كده ابتدى يتحمر معايا حلو قوي، هنزل عليه بمكعب مرق، هقلب بقى مع بعض كويس لحد ما المكعب كله يدوب في قلب الدقيق كده. تمام، انا حمرت الدقيق لدرجة اللون الذهبي اللي انا حبيها. هنزل بقى بلتر اللبن وهنقلب بقى كويس علشان ما يكلكعش مننا. الناس اللي لسه مبتدئين ممكن يحطوا اللبن شويه شويه ويقلبوا شويه شويه لحد ما الخليط يبتدي ان هو يفك معاهم شويه شويه. وهنضيف كوبايه من الكريمه، ورشه جوزة الطيب،
شوية من الفلفل الأسود والملح. هنقلب بقى كل البشاميل مع بعض. وفي كمان اكياس بشاميل جاهزة ممكن تدوبيها على البارد في الدقيق وتحطيها على النار، نفس النتيجة ونفس الطعم. انا مش عايزة البشاميل اللي يتخن، انا عايزة برضو البشاميل الصوص بتاعه يبقى خفيف كده عشان برضو هسوي اللازانيا فيه، فمش عايزة الحاجة تنشف مني. بصوا اللحمة استوت والصوص بتاع الطماطم لسه فيها صوص، يعني لسه طرية جوسي كده مش ناشفة، فانا حابة اللحمة يكون لسه فيها من الطماطم، وكمان البشاميل حابة يكون خفيف شوية. هنيجي بقى لأهم نقطة، رص الصينية. هنضيف فيها مسحة زيت كده، شوية زيت وهمسحهم بالفرشة. هحط بقى من البشاميل الخفيف، انتوا شايفينه كده هتلاقوه خفيف شوية. هنوزع بقى البشاميل كويس في أرضية الصينية، وهنرصص بقى اللازانيا. وهرجع احط شوية من البشاميل، وهحط رق تاني من اللازانيا، وهنضيف بقى اللحمة. ريحة اللحمة تحفة، من الريحان ومن الزعتر والثوم والفلفل، يعني ريحتها كانت في منتهى الجمال صراحة. بصوا اللحمة جوسي ازاي وفيها صوص كده، هو ده المطلوب طبعا عشان اللازانيا تنية، فهتحتاج ان هي الحاجة تبقى فيها سائلة كتير، لان هي دي الحاجة اللي هتخلي اللازانيا تستوي. وهنضيف تاني بشاميل وشوية من الجبنة الموتزاريلا، وهحط رق من اللازانيا والبشاميل ورق تاني من اللازانيا، وهنحط كمان رشة من البشاميل، وهنحط لحمة. هي بتاخد مجهود شوية بس هي تستحق المجهود ده صراحة، طعمها تحفة، والناس ناس كتير جدا بتحبها وبتحب تعملها، واحلى من بتاعه المطاعم كمان. انا عايزه الصوص كده يبقى مغرق كل اللازانيا عشان مش عايزاها تطلع ناشفه او ما تبقاش مستويه. هضيف شويه من الجبن المبشوره الشيدر، وشويه تاني من الجبنه الموتزاريلا، وهحط رق من اللازانيا وشويه من البشاميل ورق تاني من اللازانيا، وهنضيف البشاميل، هغطي بقى اي حاجة من اللازانيا باينة، هغطيها خالص جوه الصوص بتاع البشاميل ده. جبنا الشيدر المبشورة عندي كانت خلصت، فكسلت ان انا بصراحة ارجع ابشر تاني، فحطيت منها شرايح كده على الوش. وهضيف كمان جبنة موتزاريلا، هغطيها بقى بالفويل، اقفل عليها كويس وادخلها فرن يكون شغال قبل كده، يعني يكون مشغلاه من قبل عشان عايزاها سخن على درجة حرارة 180، وهتفضل فيه تقريبا ساعة ساعة وربع على حسب نوع اللازانيا. ودي كده شكلها بعد ما خلصت. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها. متنسوش اللايك والسبسكرايب، وبالهنا والشفا.